وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا لا أقول إلا بأن إنما كان محمد أعظم لأن رسالة عاد وفيها التوفيق والتسجيل والتحكيم فيها أي أمرها وتسجيلها وتسجيلها صارت أعظم نعمة وأكثر نعمة، لأن الله جعله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبي رسول بدعة في قوم كافر فبعث الله محمد خير الناس عاد وجعل شريعته كاملة أكمل الشرائع وجعلها من قبل من مصالح العباد المعاش والمعاد فإن أردت في هذا الجهل من الجهل، لكنها رسالة عامة ومنها الرحمة والإحسان وتنزيل العباد في دنياهم وفي أخراهم وتنزيلهم بلا أسباب النجاة فيما يتعلق بحياتهم من الله وما يتعلق ما بينهم من الحقوق والمعاملات وغير ذلك، بل فيها الإخلاص والعدالة وإيجاد الناس لذلك والعظم الأمن والبر والظلم وجعلهم مواسية ما قال على أحد إلا بالتقوى بما غير الله هدنا فيه سعادة يسرع ونجاته وصلاحه ووقوفه كل فرج وجماعة عند حد ويحبها. وقال تعالى: وما أرسلناك رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله: وإنه خاتم الأنبياء. ثم في قول الثاني عن فرق عن قول الثاني ولعل الأظهر والأبين أن الرسول هو المستقل ليس متابع مثل عبد الأبيض قال أخف في الرسول أخف في الرسالة فريق الرسول بن صالح وفي سنة وإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء المستقلون أخفوا في الرسالة وليس ما هي أنبياء هم أنبياء كل من هو الرسالة هو نبي الرسول أيضا لكن إن كان مستقلا هو أخفوا في الرسالة وإذا كان تابعا لشريعة قبله فهو أخفوا في النبوة كان بأنبياء بني إسرائيل فإنهم تابعون لشريعة التوراة وإن جاء بعضهم بالتوحيد إلى التحقيق ورجع من جهات الإنساء والجيل ولكنه جاء مقررا شريعة التوراة وعملا بها وحاكما بها ما عدا ما نسخ منها الأشياء الله على عز وجل بما لأهل الإسلام ومحمد جاء مستقلا لا تابعا للتوراة ولا تابعا للإنجيل وجاء بذاته مستقلا هو تشريع خاص وأحكام خاصة قد توافق على ما في التوراة وقد لا توافق وإنما وافق فيه التوراة ولجل الله وقد كتب عنه فيه عن النصر للنصر وعن العلم العظيم ويكون في التوراة وجاء القرآن من وافق في ذلك وعن الاحتفاظ في النصر والعلم 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 وعلى خلاف التوراة وفي خلاف التوراة وجاب سرعة عن الرسول بأنها مفصلة من التوراة ووضع الله عنهم الآثار والأغلال والأحكام في التوراة وجعلها عامة للعرب والعجم وخاصة بين إسرائيل والفرق العام والعام والعجم والجن والإنس والحائرة والبادية والجذور والقياس هذا هو الفرق بين الرسول والنبي ويؤيد هذا قوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا على كلهم مقل وأنبياء وكلهم مقل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ليقتلن أقتل به فجعل رسالة عامة للأنبياء والمرسلين بين أن هناك نبيا وهناك رسولا فالنبي مرسل والرسول مرسل لكن كان هذا الرجل مستقل مستقلا وهذا أقسم في الرسالة وليس تابعا لرسالة القبلة وشريعة القبلة وأقسم في النبوة نعم. وهذا القول الأول والقول الثاني ينسب إلى من؟ قوله: وإنه خاتم الأنبياء
قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أقسم بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. فكنت أنا سجدت موضع تلك اللبنة قسم بي البنيان وقسم بي الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزلت على الأنبياء بست، رقيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وقسم بي النبيون. قوله: وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم، الإمام الذي يؤتم به أي يحسدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله: وسيد المرسلين. وقوله: وسيد المرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة ولا ذلك على أنه يمنح غيره في هذا الباب مع الأموات حتى يبعث الله جميع الأحياء ويكون أولهم على سبيل الإحسان. هذا نشده قديم إسلام غيره جل وعلا: ثم إنكم بعد غيرهم النجوم، ثم إنكم يوم القيامة بعد. وعلى بعثه يوم القيامة لا قبله. وعلى هؤلاء الذين يزعمون أن الله يحرم صلاتهم وجماعاتهم ويضرها أقولهم باقي لا أساس له، لم يقل على أرجو العلم أسباب لا سبيل إلى الحق. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل: يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى. وعلى
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى فإن الناس يفعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الالتقاط بالمقبول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء، نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا ينصب على أفراده، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الآخر الذي قال عليه الصلاة والسلام هذا في باب الكلام ومن سد باب المباح والحصان والتفضيل بغير الطرق الشرعية، وأراد بهذا سد باب المباح والحصان والتفضيل الذي يهوي إلى التعصب وحمية مع في الجواب الأول. وفيه كلام عمره عليه الصلاه والسلام لئلا يقع الناس في علم المؤمنين هكذا بعد الانبياء لا تستدلوا على موسى وحديث اخر لما قيل اخر خير بريه وذاك افراطين من الرابع وينبغي العبد يقول على فرم من يقول نفسه هذه الحمد لله من باب التواضع من باب التحذير من الحق من بعض الانبياء والتناقص بعض الانبياء والايهام من على ذلك. فاراد بهذا سد الباب عليه الصلاه والسلام وهذا التقديم على النصوص فقط مقصوع عن النصوص ما جاء به النصوص ما جاء بالأخذ به فما لا فلا فلا يفضل الأنبياء إلا بنفس واضح تقديم فلان على فلان، وإلا التقديم مجرد العصب أو الهوى أو الحمية أو ما أشبه ذلك هذا هو الممنوع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بيد الله، هو الذي يفضل من يشاء وهو الذي سبحانه وتعلم أحوالهم ويعلم منازلهم، ولا يفضل احد على احد الا بالنفس، والا كان ذكر تعصب حميه
وما يفضي الى النزاع والخصام. فمثل في ظله التواضع منه عليه الصلاه والسلام، وفي ظله ايضا في الجدال والتحريم الذي قد يقع بغير نظر وبغير ادله شرعيه، فيجرد ما في نفس الانسان من تعصب وهوى وحنيه على غير اثر. لا تفضل بين الأنبياء صحيح له من رواية من حديث أبي هريرة المتقدم من طريق عبد الرحمن الأعرج عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه، قال: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذلة وعهدا. وقال: فلان لطم وجهي. فقال صلى الله عليه وسلم: لم لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوكب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليه السلام. أخرجه البخاري، وقد غمز الشارح من صحته، ولا ومسلم وقد غمز الشارح أخرجه البخاري ومسلم وقد غمز الشارح من صحته، ولا أعلم له علة، ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون الحديث نحوه. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وروى أبو داود الجملة الأولى منه، وهي رواية لأحمد. وترى أن لا يعلم الحديث واضح، كان فراغ الحديث. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا علي موسى يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى. وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. وعد هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى. وفي رواية: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي للمسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل لا يلام عليه. وقال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من موسى، فلا يحتاج
أنه أكبر من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فلا يحتاج إلى هذا المقام فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه. قد يظن بعض الناس ان هذا الغيوث لانه يقع ما يلام عليه لانه مستقيم ما فعل في يلام عليه يقع في نفسه انه خير من غير الوصف. فالذي قطع هذا لا ينبغي العبد من اي عبد ان يقع انا خير من غير الوصف، وليس على نيته ان قد جعلها فعل ان حصل به مغامره وقال به ملوما، لكنه نبي كريم والرحمن الاخرى له صالحات ودعوات عظيمه وليس اساس رسل من غير عباد الله، وان جاء منه مهجره ولكن لله ولكن لله سبحانه وتعالى. الحاصل ان هذا كما فيه شيء كان مسلم حريق عبد الله محرره قال الشيخ لا اتكلم لا يفعل لو مثلا عجلت اذا لا يفعل ما يلام عليه فقد يقع في نفس بعض الناس انه اكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما ينام عليه. ومن ظن هذا فقد كذب. ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بعد قوله وجهت وجهي آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ولمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس عليه صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير من يونس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله وهذا هو رحمة الله عليه وسلم من الله فالله تعالى لها أن يفخر على عيون المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس
وقوله من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كفر، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب، فانظر إلى هذا الاستدلال، لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله وفوقه إن شاء الله تعالى. هذا يجب هذا المقام في لما كانت في الحوث وكانت في قعر البحر كابها محمد في لما كانت في الأعلى وقصر أصحاب في أخي مركب ويقول في الجاهل لا يجب ما يقول فيه فهذا نهي عام لكل أحد عن يفضل عن يتفضل ويفضل عن التزاوج يفضل من هذا النص أو من كتابه يفضل غير لا يفضل قال لا يفضل أي يفضل أو يفضل نفسه من السلام على علوم الله اللي يقاوم الله الكريم الأدلة التي تدل على علوم الله الله الكريم نسيب الإهانة كان في قعر البحر في أسفل لأن هذا نحر من الله في جهة السفل كما أن يتعب كما أصابت في أسفل نحن نسيب في العلوم هذا السفل السفل على أعطيتهم إلى ما تبع فلا خصهم ويسر من سر أسلم صالة ليل في قعر البحر صالة وفي فوق في إذن هي فوق من قاعدة هذا يعني انصار للعلم وانصار أيضا أن الأسلم لا يعرفون هو كما يصبح العلم فالسر هذا جهل صالة قوله وحبيب رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وحبيب رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا والصواب أنهما خليلان
أن عبد مثال هما خليلا رب عز وجل وهما خليلا أن عبد مثال فبين أهل الإيمان وسبحانه يحبهم ويحبونه جل وعلا وكل خصاصة بخليلين في إبراهيم وحفيده محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء هما خليلان وليس لغيرهما خلة وعلى المحبة كما يقرا الله جل وعلا حبهما أكثر من غيرهما والمحبة المشتركة لجميع الرسل والأنبياء والمؤمنين جميعا وحب أولياءه وما بعد إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين لكن محبة الأنبياء محبة خاصة أكثر من غيرهم والرسل ومحبة الخليلين محبة زائدة بلغت الخلة عليهما الصلاة والسلام. نعم والمحبة وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته والمحبة قد ثبتت لغيره قال تعالى والله يحب المحسنين والمحبة قد ثبتت لغيره قال تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فبطل قول من خص القلة بإبراهيم والمحبة بمحمد بل القلة خاصة بهما والمحبة عامة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وإني ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت والمحبة ضعيف لضعف جمع بن صالح وسلمة بن وهران أيضا والمحبة مراتب أولها وهران بالواو أولها آخر غنيم وهران أولها والمحبة مراتب أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له الثالثة الصبابة وهي انسباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانسباب الماء في الحجور الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما الخامسة المودة والود وهي صفر المحبة وخالصها ولبها قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكنه لا ولكن لا يوصف به الرب تعالى والعبد في محبته ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوفيق وقيل غير ذلك ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة الثامنة التسيم وهو بمعنى التعبد إلى طبع عن الأول عدم ورود في النفوس في محبة الله العباد وفي محبة الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني هو أثر الثاني أن العشق الغالب وجماعة هو الرجل المرأة هو المرأة للرجل المرأة الإنجليزية المعروفة فلا تبقى الله سبحانه وتعالى ولهذا لا يقال عشقت الله ولا عشق عن الله وإنما قال يحبه من يحبون على كل حال فقلت الله أن يحبه من يحبون فاتبعوه في الله ويقول لك الجودة هذه مراتب معروفة عند العرب مراتب محبة عند العرب معروفة وعند غيره يجب الغفر نعم هذا السلام نعم سلمة بن وهران جراء اليماني صدوق من السادسة الترمذي أو الماجد نعم الحسن عند الترمذي نعم يطلق على وزعه من حلبه
لكن تقول لها كذا لك ثم كم أنا أعود من علم عليهم كل من يوم يعني كل من يوم عباد بن يعقوب الرواجاني بتخفيف الواو وبالجيم المكسورة والعين المكسورة بتخفيف الواو وبالجيم المكسورة والعين الخفيفة الرواجاني أبي سعيد الصوفي صديق الرافضي حديثه في البخاري مقرون بالغ ابن حبان فقال يستحق الصرف من العاشرة ما 59 البخاري والترمذي وابن ماجه التاسعة التعبد العاشرة الكلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه التاسعة التعبد هذا لا يريد إلا بالله سبحانه وتعالى بل هو مستحيل أن يعبد ويجل له الجن كامل ولهذا قال النبي رحمه الله وإذا عبد الرحمن غاية حبه مع ذل عبد بما قصدان غاية حب لله مع كمال ذل لله هذا هو العبادة الحقيقية هذا عن ذل وخضوع وحق محبة في أداء الأواني في أداء الأواني وصرف النواهي لله عن غاية الحب مع غاية الذل هذا كمال العبادة التعبد وقال لا يقول الله إلا سبحانه وتعالى ولكن الشعراء والأشياء يطلقون هذا على أنفسهم نعم الحديث الصحيح ضعيف عبد الله وضعيف الجهل لأنه ذل له وقال له وقال له ويغضب له وقال عبد الله العاشرة الكلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه وقيل في ترتيبها غير ذلك وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف المسلم إلا بالتأمل في معانيه واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والكلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والكلة حسب ما ورد النص وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وهذه العظمة وطاعته والانتفاض والقيام بالواجب وكف عما لا ينبغي هو الرب عز وجل فتعريفها لا يزيدها الا جهاله وعليها واضح ولكن كسائر الصفات لا يعلم كيفيه الحب من الله لعباده الا الله سبحانه وتعالى وليس صفاته مثل صفات خلقه وصفاته فليقدره سبحانه وصفاته وليس له في خلقه جل وعلا وكاستوائه وسمعه وبصره وإرادته وعلمه ورجاله كلها صفات حق ثابته بالله جل وعلا صفاته سبحانه لا تحصى قد جمع منها كتابه صفات جديد هي منها الى غيره وان كان اعدادها مجرد كما هو المقصود لكن المقصود ان لله اسماء كثيره معانيها ثابته سبحانه وتعالى مشتقه
أو لعلها به جل وعلا، لكن لا يعلم كيفيتها إلا سبحانه وتعالى. يعلم العلماء معانيها في اللغة العربية كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم وفي المجهول، وقال معنى ذلك أبو سلمة وغيره من أبي عبد الرحمن بن مجد بن مالك، ولكن نفس كيفية لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم والسمع معلوم والعلم معلوم والإرادة معلومة والحب معلوم، وهكذا السمع والبصر وكذا الظهر وهكذا الرؤى، كلها أشياء معلومة، لكن كيفية وقوعها من ربنا عز وجل لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى. لا يشبه بخط كما قال عز وجل ولم يكن له كفر. ولا تضرب لله الامثال تكرم به شيء هو الدين البصير. وقد اشكل هذا المعنى على طوائف كثيره من الجهميه والمعتزله، ومن اختلف مسلكهم تغلوا عن طوائف السبيل وحرفوا هذه الاسماء ونفوا معانيها لله عز وجل، واثبت بعضهم اسماء مجرده وبعضهم نفى الاسماء رسول جميعا تولوا عبد. وقوم تناقضوا فاسقوا بعضا ونفوا بعضا، واول الغالب من الشاعره اما اهل السنه والجماعه فوفقهم الله بالحق الذي جاء به رسوله محمد عليه الصلاه والسلام، فاثبتوا ما اثبته الله نفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم اسماء وصفات على وجه اللائق بالله عز وجل، وقالوا ان معانيها معلومه وانها لائقه بالله وانها حقيقه ثابته ليست مجازا، ولكن كيفيتها وكلها ليس الينا الا هذا الى الله سبحانه وتعالى، فمن يعلم كيفيتها وكلها جل وعلا. وان المعنى ليس المعنى، وان الحب غير الكرام، نعلم هذا من لغه العرب، ونعلم ان الرضا غير الغضب، ونعلم ان السمع والبصر غيران ليس شيئا واحدا، ونعلم ان الكلام غير المحبه، والمحبه غير الكلام غير السمع والبصر، وكيف معلومه الخاطر الناس لا يعرفون كلمهم بما يعقلون، ولكن طوى عنهم الكيفيه ولا يخلفهم بكيفيه سبحانه وتعالى. قال العباد المسلم لله سبحانه وتعالى ما اخبرهم به وما طوى عنهم، ولا يخونوا فيما لا يعلمون، وكفاهم بهذا علما وكفاهم بهذا ادبا وكفاهم بهذا استقامه. ولهذا لما قال قول في هذا الباب صلوا ما بين محرف معطل مؤول، وما بين غال مشبه لله بخلقه كمشبه. ولكن على السنه والجماعه هم الامه الحقيقه هم الامه الوسط، هداهم الله لخير الامور والحق في جميع الابواب، فصاروا وسطا بين اهل الضلالات وبين الاطراف المنحرفه. الحمد لله. نعم. وهذه الاشياء الواضحه لا تحتاج الى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله وكل دعوة منهما فالطائفة الأخرى قد يشتبه أمرهم وهم مفوضة، قد يظن بعض الناس ما له مشترك وهو غلط. مفوضة معناه أنه قال وهم يفوضون معاني المالك مثل معنى ما يعرف كراهة في المحبة في غير المحبة ولا في الشارع الصانع ولا نحو البصر ما يعرف. مفوضة هذا إلى الله، هذا جهل كبير حتى من أحمد وغيره ومن شر من المؤلف، لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس وكلمهم بشيء لا يعرفون يحسنونه ولا يفعلونه. وكيف يعقل أن يسمع علم الله في القصير لا يعلم ولا يعقل ولا يفهم؟ إن الله غفور رحيم والله جواب كريم، كيف؟ هذا لا يقوله من يعقل ولا يفهم. الله سبحانه خاطب الناس بصفات تعلم وتعقل، ويرى بها ممالك وعظمته سبحانه وتعالى وعن اسحاق العباده. والتفضيل باطل وليس على السنه هويه، والسنه والجماعه يؤمنون بالمعاني ويعقلون انها معاني تليق بالله وانها حق، ولكن ليست من اسلاف المخلوقين ولا معاني المخلوقين، بل اعلى واكمل واعظم. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، لكن سمع الله غير سمع المخلوق، بصره غير بصره، بينهما ما لا يخفى من الفرق والفرق. ثم الله لا يداني ولا يقارب كما نحو الايد، وهكذا بصره هكذا علمه هكذا جوده وكرمه هكذا علمه وفق جل خلقه الى غير ذلك. فصفاته سبحانه لها الكمال المطلق ويصدق بالله وصفات المخلوقين لها النقص. وهذه الاشياء الواضحه لا تحتاج الى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك.
قوله وكل دعوة الأخرى أجلتني أمرهم وهم مفوضة أجلوا أن بعض الناس أن هذا هو السبب هو غلط مفوضة معناه أنه قالوا أنهم يفوضوا معاني المال في المحضر لا نعلم كراهة في المحبة ولا غير المحبة ولا نعلم الشرع السامع ولا نعلم البصر ما نعلم مفوضوا هذا إلى الله على جهل كبير حتى يقول عن أحمد وغيره ومن شر من المعوض لأنه اعتقدوا أن الله خاطب الناس وكلمهم بما يعرفون يعقلونه ولا يفعلونه وكيف يعقل ما علم الله سميع بصير ما العقل لا يفهم إن الله غفور رحيم والله جواد كبير هذا لا يقوله من يعقل ويفهم الله سبحانه خاطب الناس بصفات تعلم وتعقل ويرى بها ممالك وعظمته سبحانه وتعالى وعظمته حق العباده فالتفضيل باطل وليس مسلم هويه والمسلم يا جماعه يؤمنون بالمعاني ويعقلون ان لها معاني تليق بالله وانها حق ولكنها ليست من صفات المخلوقين ولا معاني المخلوقين من اعلى وافضل واعظم فالله سميع والعبد سميع والله بصير والعبد بصير لكن سمع الله غير سمع المخلوق وبصره غير بصره اينهما ما لا يحصى من الفضل والفضل ثم الله لا يداني ولا يخالف كما نحن الإيه فهكذا بصره هكذا علمه هكذا جوده وكرمه هكذا علمه فطر إلى غير ذلك فصفاته سبحانه على الكمال المطلق هو سبيح لله وصفات المخلوقين لها النقص أن لا يقضي بها ولا يقضي أهلها فلا يقضي هذا هذا ولا يشبه هذا هذا لأن العجز على النقص والموت والمرض يكون على هذان والله له البقاء والدوام والحياة الكاملة سبحانه وتعالى فوق أهل الذي لا ينسى فلا يكبر في الجلال والإكرام فكيف يقال مع الاستقامة والرب والأفرقاء والعظماء ويقول هذا من يؤمن بالله ولله حقا ويقول هذا من يعقل أن هذا الله عز وجل جعل هداية للناس ورحمة وذكرى وموعظة كيف يكون هداية وما بل هذه الأمور فلهذا ينبغي العلماء هذا ويكون منا على ذلك فإن في فكر الحقائق أخلاقا في غير الله للمتكلمين ينبغي الحذر منها وأن لا يقع فيها طالب العلم عن مرة وعن حسن ظن بأحد فيحذر ويعلم أن أسماء ربي وصفاته وصفاته أمر معلوم معقول مكتوب جعل على معاني عظيمة جميلة كاملة تليق بالله لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو ولا يسبح بفتحه بشيء بل هو الكامل في كل شيء والعبد هو الناس في كل اموره فعن النفس في كل اموره في دمعه وبصره وحياته وكلامه بعض الناس اخرس ما يتكلم بعض الناس اصم ما يسمع بعض الناس لا يسمع كلام ولا يجيب كلام الى غير ذلك المخلوقون نهايه امرهم الضعف ثم الموت الضعف ثم الموت والله ليس له ليس له الى ضعف ولا الى موت فنقوي العظيم دائما والحي القيوم دائما سبحانه وتعالى. ما الفرق بين يعني التفسير والقول بان الكيفيه مجهوله؟ فرق مثل ما بين السماء والارض والليل والنهار. التفسير معناه ما يعرف معناه ما يعرف فيه. يعني يمكن يكون السمع هو البصر والبصر هو الكلام والكلام هو الجناح والكلام هو اليد وهو القدم وغير ذلك. هذا معنى التفسير. ما يبدأ التفسير وأما المعارض وأما الجزئية وأعرف السمع السمع الأصوات وأعرف البصر المعنى يبقى الأشياء وأعرف الكلام ما يتكلم به يسمع لكن ما كيف يتكلم به الكلام كيف يتكلم كيف يسمع كيف ينسج كيفية التي ترتب على هذا ما أعرف قوله وكل دعوى النبوة بعده فغيروا هوى لما ثبت بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد وهو من باب فرض المحال
لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن فمن المحال لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي يدعي النبوة ولا يظهر إمارة كذبه في دعواه أمارة كذبه في دعواه والغي ضد الرشاد والهوى عبارة عن شهوة النفس أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة قوله إن الله سبحانه وتعالى يقيم على كل شيء دليلا وبرهانا ولما خلق في عينه وقسمته أن هذا الخلق يحتاج إلى رسالة ويحتاج إلى تعريف بحقه سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب في قناة الحجة وقال المعجزة وقال الدلائل والبراهين على ذلك حتى يصدق الناس ويعملوا بمقتضى ما جاءت به الرسل ولما بين سبحانه انه خاتم المسلمين ان محمد خاتم المسلمين فانه سبحانه وتعالى لا يقيم على دعوى لا يدعي انه بعده لا يصدقها لان حكيم العظيم جل وعلا هو لا يصدق كاذب ولا يكذب الصادق سبحانه وتعالى بل يقيم الدلائل على صدق الصادق وعلى كذب الصادق فاذا جعل يدعي انه بعد محمد صلى الله عليه وسلم او في اي مكان كان او في اي وقت كان او ثالث فلا بد ان تكون هناك دلائل وبراهين وحجج على مثل الدعوى يقيمها سبحانه وتعالى في نفس الشخص وفي نفس ما يدعو اليه وفيما يختصوا به بعد ذلك. قوله وهو المبعوث الى عامه الجن وكافه الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء. اما كونه مبعوثا الى عامه الجن فقال تعالى حكايه عن قول الجن يا قومنا اجيبوا داعي الله وكذا سوره الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله وهذا قول بعيد. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الجن والإنس قبله وهذا قول بعيد فقد قال تعالى يا وفي حاجة إلى بيان كان أعمل إيه في حاجة إلى بيان. فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن لأنه قال هم أكثر من قلقه لأن أكثر من قلقه إلا بالإسانة وهذا أكثر من قلقه الذي جعل من قلقه إليه عند الإطلاق الأخلاق الله في الأرض من أهل القرى عند الإطلاق الأخرة في الإنس وهي الإطلاق الإنس لا تتكسون منهم يقتل تحوير ما قال النبيه كما قال أي حظ من الجراحة. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. وحسب لجرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية وبالاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة وهي والله أعلم كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما يخرج منهما رسل على ظاهر الآية أقوى لأن أخذ رسول منهم هذا ظاهر قريب وجعله لأحدهما أحتاج إلى دليل وهكذا قيل أنه الجن هو المرجان أخرج أن المال فقط ليس لك لك بجن أو معين الله يخرج للناس الجن والمرجان منهما جميعا
قول قائل الناس ان هذا هو البعث والمال خاصه ولهم منه ما جميعا. وقد صرح بهذا كثير من العلم حدثني من لا استهم من اهل البحر من العصور المعالي انهم يجدون في البحر وعماله وحيط من المعالي وفي هذا وفي هذا وليس خاصا بالبحر من هذا. الحاصل ان الايه التي اعتمدوا عليها وجعلوها في ايه والعام حتى في هذه وفي هذه. يقول من قال ان الرسل يجل ويجل جميعا وان كانوا قليلين فانهم اظهر غير العظيم. واما كونه مبعوثا الى كافه الوراء فقد وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه أي أنذر به وأنذر من بلغه. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الشفاعة التي خاصة؟ في من دخل أمته ومن دخل من أمته في الله من خسر من الحبائل ليس حسنة ليس حسنة ليس حسنة الشفاعة الخاصة هذا لا تجير يعني في الأم في الموقف عندما رأسها يعني الأم نعم نعم نقع محبوظ عندما نحن نقع الموقف كله نعم هل هذا جملة نعم كيف غير هذا كيف تفاعد في ما يغفر الرأس تفاعد في أبي صالب ما يغفر ما يغفر ما يغفر الجنة أيضا ما تفاعد فلا تخصص ثلاث الأمة وتهدف الأمة يدخل الأجنة الجنة وثلاث أجل سال خاصة الجنة وفي أجل فعل بيه نعم نعم من بعد الثلاث رأس نعم من دخل الله الرجل من دخل يخرج نعم الله هو الملائك وهو مهين نعم الأطهار نعم ترى في الثلاث الجنة في الثلاث نعم نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال لو صدق أو في أنه رسول ولو يعرض لزمه يصدق في كل شيء لأن رسول لا يكذب لما اعترف بأنه رسول ولو يرمي ولا يعرض لزمه يصدق في كل شيء. ولكن غالب اليهود النصارى جحد وعلى الإيمان منه وسنة وإنهم أقر منهم بأنه رسول العرب والأميين هذا يلزمه أن يصدقه في كل شيء ثم يعترف برسالة العامة يصدق عليه جميعا لأنه لما اعترف بأنه رسول لازم يكون في التقاسيم. نعم.
وقد قال إنه رسول إلى الناس عامة والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله وكافة الورى في جر كافة وكافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال، أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافة للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا، ونزول المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله. هذا هو الأمر، والثالث هذا هو الأمر، وما أشاهده إلا إلا تتهافته إلا إلا تجميع فهي أشيخ أقول يا أيها الله إلا تجميع يرجعها بمعنى. هو اختيار ابن مالك رحمه الله أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله وعاده وأوعده بالسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر،
فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ظلت فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حسنه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيد على النفوس من معاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابرة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه. وهذا قول ابن كلاب عبد الله بن كلاب إمام الخليل أبو محمد عبد الله بن كلاب. ومن وافقه كالأشعري وغيره. الأشعري على كيف المقال الأول قبل أن يرجع إلى كلام أهل السنة. أبو الحسن الأشعري يعني يقولون إنه معنى قائم بالله، وأن الله لا يتكلم بشيء سبحانه وتعالى، وإنما هو معنى قائم بالله عبر عنه من طريق الرسل العربية صار قرآنا، من عبر عنه بالإبرانية صار توراة، من عبر عن السريانية صار إنجيلا، من عبر عن طريق داود كان زبورا، وهكذا. قال من أفضل الباطل وأضل الضلال. فإن القرآن هو كلام الله ليس غير مخلوق، سمعه جبرائيل من الله عز وجل، وسمعه محمد من جبرائيل، وألقاه للأمة عليه الصلاة والسلام، والله يتكلم إذا شاء بالقرآن وغير القرآن، تكلم فيتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، وليس في كلامه نقص ولا عيب ولا مشابهة لكلام البشر، بل ذاته سبحانه لا تصف الذوات، وهي قائمة بنفسها مصرفة في الأكوان، مدبر الأكوان بذاته جل وعلا، ولا تصف ذواته ذوات المخلوقات، هكذا كلامه سمعه وبصره. وهذا هذا من صفاته كلها حق لا يشبه فيها صفات البشر، ولكن يؤتى الناس بجهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم، يؤتون من عزتهم وقلة بصيرة وقلة العلم، وإلا فالرب عز وجل من كماله ومن صفات كماله ومن أسباب استحقاقه للعبادة ومن أدلة أنه رب العالمين كله يتكلم، وقد عاب الله الأصنام لأنها لا تتكلم، عبد الله الأصنام وآلهة المشركين من الأصنام والكواكب وأشباهها، لأنها لا تتكلم لا تدعيهم قولا ولا تملكهم ضرا ولا نافعا، فعابها بهذا بهذه كونها لا تنطق ولا تتكلم. ولكن أهل الشرك وأهل الباطل وأهل البدع في ضلالات وعمى. نعم. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مستمعة في الأجل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. هذا باطل أيضا. نعم. وخامسها هذا كلام لا يستقل بنفسه، كلام لا يستقل، لا بد له من المتكلم حروف ومعنى مستقل، هذا هو معقول. نعم. هذا لا يعقل، ممكن ما نقول إلا متكلم، ولا حرف ولا معنى إلا صاحب معنى، هذا يتكلمون عن عالم الآخر لا يعقلون. نعم. الله سمه كلامه وهو أحد مسلم استغفاله حتى أسمع كلام الله، يريد أن يبدل كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يثبته من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المقالب العالية. وهذا باطل أيضا، كلها باطلة، كلها باطلة ما عدا
قولا واحدا هو قول أهل السنة والجماعة وما جاء في الرسل ولا جاء في الكتب وأنه كلام الله وأنه يتكلم إذا شاء وأنه كلم رسوله يتكلم من شاء من الرسل إذا ما كلم الله وأنه أنزل عليه الكتب التي يتكلم بها سبحانه وتعالى وأنه يكلم الناس يوم القيامة ويكلم أهل الجنة وكلم آدم سابقا هو سبحانه وتعالى كلم موسى أيضا وكلم محمد صلى الله عليه وسلم الحق فينبغي ألا تنكر هذه القرآن إلا بالرب والإبطال والتشريع على قائلها. نعم. وتابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه الله في غيره وهذا قول أبي منصور من الماتريدي وثالثها أنه مشترك بين المعنى القائم بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله وهذا هو الحق أن أجلس الكلام قديم الله تكلم به والقرآن من كلامه وهكذا التوراة من كلامه وهكذا ما يكون يوم القيامة أن يقول لآدم أخرج بعث النار من كلامه وهكذا ما يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رؤيتم إلى آخره وهكذا كل ما يقع في الجنة قال يقول لأهل النار اخشأوا فيها ولا تكلمون كلهم من كلامه سبحانه وتعالى. وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة العقل على قوله إن الله واحد لا شريك له يقول إن الله واحد ونقول إن القرآن كلام الله. نعم لأن بعد القول يكسر قال إني عبد الله فكر أهل العلم النحو واللغة أن إن بعد قال ويقول تكسر قال إني عبد الله. نعم أصل على قوله إن الله واحد لا شريك له ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى وكسر همزة إن وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة وكسروا همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه كما تقدم حكاية قولهم قالوا والإضافة إليه إضافة تشريك كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلام عن مواضعه وقولهم باطل فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان فإضافة الأعيان إلى الله للتشريك وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلومه وقهره فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. وخلاصة هذا أن المضافة إلى الله على قسمين أحدها معاني لا تقوم بذاتها معاني لما تقوم بغيرها العلم والكلام ونحو ذلك فإضافة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق لا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كلام الله علم الله عزة الله علم الله قدرة الله هذا إضافة وصف إلى موصوفها من كلام زيد كلام عمر إضافة وصف إلى موصوفها الثاني إضافة عين قائمة إلى الله من بيت الله الكعبة من رسول الله من ناقة الله هذا إضافة مخلوق إلى خالق إضافة تشبيه وتكريم مما في عيسى في عيسى إنه روح الله مما إضافة تشبيه وإضافة مخلوق إلى خالق فالأعيان إلى أولية إلى الله فمن باب إضافة المخلوق إلى خالق وإذا كانت مشرفة بيت الله وناقة الله فهذا من باب التشبيه من باب التشبيه وإذا كانت غير ذلك فمن باب إضافة المخلوق إلى مثل أرض الله سماء الله لأن الأرض التي خلقها الله والسماء الذي خلقها الله سبحانه وتعالى ويقال في الخمس لأن كتاب المال الكريم ماله الله ويقال في الكعبة على سبيل التشبيه بيت الله فمن إضافة المخلوق إلى خالق على سبيل التشبيه والتكريم وهكذا ناقة الله في ناقة صالح. إيمان صفة إلى موصوفها إن الله صفة إلى موصوف وأما إضافة الأعيان فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالق لكن الأعيان قسمان أعيان ليس لها تشبيه خاص مثل أرض الله وسماء الله
هذا من باب لغة المخلوق إلى خالقه فقط. وعياذ لها شرف ولها فضل، هذا من أكبر الله من باب لغة التشبيه والتكريم وإظهار الفضل مع كونها لغة المخلوق إلى خالقه يجتمع الأمرين من أرض مثل ناقة الله من رسول الله من بيت الله مثل في النأس إمام الخمس نال الله. والمخلوق بالتكلم من أوصاف الكمال وجده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليمهم عجلا بتدله قوار أولم يروا أنه لا يسلمهم ولا يهديهم سبيلا فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة. يعني عرفهم بأنهم عبدوا من لا يتكلم، فدل على أن الله يتكلم من أجل سبحانه وتعالى في قصص هارون: أفلا يرون أن لا يرجع قولا ولا يدخل المضر ولا يرفع العجل. عاده بأن لا يرجع قولا لا يتكلم ولا يدخل المضر ولا يرفع. نعم. فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم من التشبيه والتبسيط. فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا ثمن يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف. كل ذلك من المخلوق، يعني لا يلزم من الكلام أن يكون المخلوق عند الخالق وأن الخالق عند المخلوق. هذا كالحجر يتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجر مكة كان يسلم عليه قبل أن يوحى إليه. ما يلزم كون الحجر يتكلم أنه في كلامنا وأنهم يشبهونا. كذلك الجمع حين حل له معروف لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فطلع المنبر ما يلزم أن يكون يجمع مثل بني آدم ومثل الله عز وجل. فالجمع له حميمه والحجر له حميمه وهكذا بقية المخلوقات لها كلامها وعلمها وإحساسها وغير ذلك. ولا يلزم من هذا أن يكون الله يشبه لها إذا تكلم أو علم أو قدر أو غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. وإذا قلنا بهذا معنى لزم نفي جميع الصفات وجرد سؤاله من جميع الصفات، هذا لازم هذا قول الشيء. قول من لديه ولا من لديه؟ من لديه قول من لديه حرفت كل ذلك بلا فمن يخرج منه الصوت الصاعد من لديه وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدأ بلا كيفية القول أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما أكد تعالى التكليم بالمصدر المثبت الناسي للمجاز في قوله: وكلم الله موسى تكليما فما بعد الحق إلا الضلال. وهكذا قوله تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الله العز وجل. هو يبين أن هذا موسى من عنده أنا صدر منه فدع منه جل وعلا. نعم. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القضاء السبعة: أريد أن تقرأ كلم الله موسى بنقل بسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية هكذا فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فقلت لك تجري. لا يمكن هذا نعم. وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. نعم. شبه عليه قد يكون بعضهم عاند يعني للتشريف في الإسلام، قد يكون بعضهم ملحد يعرف أنه مبطل ولكن أراد التشريف
لا مهم يدك عليه الله يعني يشير بهذا ينصح بهذا باعتقاد كافر كيف يتكلم ما لا يتكلم حتى ما لا يتكلم لا يتكلم لماذا ما تفاضى لا يقال ماذا عندك وماذا قلت وماذا تريد لا تكلم يعني هل يفر منه لا يكلم لو قرأت على الله عنه كانت كذلك هل موسى يعني ياهل حتى يكلم من لا يتكلم نعم مع ان قوله باطل يكلمه الله سبحانه وتعالى ولهذا اكد خيره تكليما ولما جاء موسى قال كلمه ربه ثم كلم الله فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنه في نعيمهم انقطع لهم نور فرفعوا ابصارهم فاذا الرب جل جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنه وهو قول الله تعالى سلام قولا من الرب الرحيم فلا يستحيون من قوله سلام وعجله الى شيء من الله سلام فلا ينتبهون الى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره رواه ابن ماجه وغيره من شرط هذا الحديث اثبات صفه الكلام واثبات الرؤيه واثبات العلوم يوسى يوسى لا معنى في الصحيح المعيد يوسى لا معنى وكتبوا بها الجنة قلوا يتحرر فيكم ما نرى بين الأرض على الثاني فرزوهنا يوسى الجنة على الثاني والنار فيقول على خطيب أفضل من ذلك قالوا ما هو أفضل يا ربنا قال أحلوا عليكم من الوالي فلا أستطع عليكم بعده أبدا نعم 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 قال ضعيف أخرجه ابن ماجه وكذا أبو نعيم بن كلية وإسناده ضعيف كما قال الذهبي في العلو فيه أبو عاصم العبداني واسمه عبد الله بن عبيد الله قال الذهبي واهل عن الفضل الرقاشي وهو منكر الحديث كما في التقريب ومنه يتبين أن قول الشيخ أحمد ياسر بما يأتي إسناده جيد غير جيد وأورده من جلد الموضوعات من رواية ابن عزيز ثم قال موضوع الفضل رجل السوق وتعقبه السيوطي في الآلة بأن ابن ماجه أخرجه وهذا لا شيء وبأن ابن النجار أخرجه من حديث أبي هريرة نحوه وفي سليمان ابن أبي كريمة قال السيوطي قال ابن عزيز عامة أحاديث في مناسير ولم أرى المتقدمين فيه سلاما قلت وضعفه أبو حاتم كما في جهد والتعجيل قلت وهذا وإن كان ينفي أن يكون الرقاشي تفضل بالحديث فلا يرفع عنه الضعف والله أعلم. يبني عن الحديث الصحيح لو أتى به الله لكفى إن الصحيح في الصحيحين من كلام الله لأهل الجنة ما لا يخفى. نعم. تكريم الله لأهل الجنة إن ثابت ما يذهب ولا يذهب صريح وتكريمه لآدم في الصحيحين يقول الله لآدم وغير هذا مما يتعلق بكلام الإسلام كثير جدا. نعم. وفي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا وقد قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فأهانهم بشرط تسليمهم والمراد أنه لا يكلمهم تسليم تسليم وهو الصحيح قد أخبرت الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون فلو كان كل ذكر فيها لا يكلمهم ولا معنى كلاما فيه تكريم لهم فيه خير لهم وكلام فيه شر عليهم وإلا هو يكلم الخلق كلهم كما جاء في الحديث الصحيح صحيحين ما من كل أحد لا سيكلم ربه كتب له بينهم ترجمان الحديث ويكلم الناس جل وعلا ولكن أولياؤه وأطاعته يكلمهم كلاما تكريم وكلام إحسان وكلام رواء وأعداؤه وأهل سخطه يكلمهم كلاما يضرهم ولا ينفعهم كلام غاضب عليهم لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم أذى من الإيمان والله السلام. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكان في ذلك هم وأعدائه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنه بعد السلام.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتسليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله. إنكار فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة، نعم، وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم الكل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب. وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعا لا يخلقها الله، فأخرجوها للعموم كل وأدخلوها كلام الله. وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر، لأن لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وفرض باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر. فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا يعني واحد الباطل لازم أقوالهم التناقض، والباطل المتتابع. والله جل وعلا بين سبحانه وتعالى أنه خالق كل شيء، فهو بصفاته هو الخالق، ومع ذلك هو مخلوق. هو سبحانه حي قيوم يتكلم إذا جاء، سميع بصير إلى غير ذلك. فهو بصفاته هو الخالق سبحانه وتعالى، هو رب العالمين بهذه الصفات العظيمة، وما سواه من البشر وغير البشر فهو المخلوق لله عز وجل. الله هو الخلاق وما سواه مخلوق، والعباد بأفعالهم مخلوقون، العبد بفعله مخلوق، ومن دون ذلك حسناته وسيئاته، صلواته حركاته في الصلاة والصوم وفي غير ذلك مخلوقة، وهكذا سيئاته زناه وكفره ومعاصيه كلها مخلوقة، فهي منسوبة إليه. الله خلقها جل وعلا مشيئة وإرادة كونية وقدرة كاملة، وهي منسوبة إليه لأنهم باشروها وفعلوها، فهو الخلاق وما سواه مخلوق، والفعل خلقه سبحانه وتعالى، والعبد بأفعاله مخلوق، والله خلقهم وتعملون. وما فعلهم منسوبة إليه، هم مصلون وهم الصائمون وهم العاصون وهم الزناة وهم السارقون وهم الزاكعون وهم الغافلون، وصفاتهم تنسب إليه لأنها أفعالهم، وهم بصفاتهم وأفعالهم مخلوق لله عز وجل. نعم، سبحانه وتعالى. نعم. وكيف يصح ان يكون متكلما بكلام يقول بغيره؟ ولو صح ذلك للزم ان يكون ما يحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك ايضا ما خلقه في الحيوانات. ولا يفرق حينئذ بين نطق وانطق، وانما قالت الجلود انطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم ان يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان او كذبا او كفرا او هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في وجوده كلامه، سواء علينا نكره ونظامه. ولو صح ان يوصف احد بصفة قامت في غيره، لان صح ان يقال للبصير اعمى.